جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أدى الإنسان فريضة الحج، فهل الأفضل أن يكرر ذلك ويتنفل بالحج أم يساعد المحتاجين والفقراء والمساكين؟ الأفضل إذا كان هناك أهل حاجة وأهل فقر فمساعدتهم أفضل من نافلة الحج، لأن نافلة الحج نفعها قاصر على صاحبها، أما الصدقات والإحسان فهذا يتعدى نفعه إلى الآخرين، والعمل الصالح إذا كان نفعه متعديا أفضل من العمل الصالح الذي نفعه قاصر على صاحبه.